أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قالت وزارة الدفاع الروسية إن 4 قرى سورية جديدة انضمت إلى اتفاق وقف إطلاق النار في ريف حماة. وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للقرى والمدن التي انضمت للاتفاق تجاوز 2100 مدينة وقرية. وأشارت الوزارة إلى تواصل مفاوضات وقف إطلاق النار مع فصائل المعارضة في 6 محافظات هي حلب وإدلب وحماة وحمص ودمشق والقنيطرة. سيطر الجيش اللبناني على عدد من التلال الاستراتيجية الواقعة على الحدود مع سوريا من مسلحي تنظيم داعش بحسب مقالات وسائل إعلام رسمية. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الجيش استولى على العديد من التلال بين بلدتي رأس بعلبك وعرسال الحدوديتين. وقال الجيش في بيان إنه دمر تحصينات تنظيم داعش وقتل العديد من مسلحيه. قتل 170 فردا من داعش في غارات شنها سلاح الجو العراقي على مقرات لتجمع عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين بحسب ما صرح به مصدر أمني لوسائل إعلام عراقية. وأضاف المصدر أن الغارات أسفرت أيضا عن تدمير عدد كبير من الأسلحة والمعدات العسكرية للتنظيم. تتواجد رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن ماريا أنتونا في العاصمة اليمنية صنعاء لثلاثة أيام بهدف إقناع ميليشيات الحوثي وصالح بالقبول بخارطة الطريق الأممية الخاصة بميناء الحديدة وفق ما ذكرت وكالة الأسوشيتد بريس. وتنص الخطة على انسحاب الميليشيات الإنقلابية من الميناء وتسليمه إلى الأمم المتحدة كطرف ثالث محايد. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه يعتقد أن واشنطن على استعداد لمواصلة الحوار مع موسكو بشأن قضايا مهمة على الرغم من توتر العلاقات الثنائية. توج نادي الترجي التونسي بالبطولة العربية للأندية في نسختها الأولى ونظامها الجديد عقب فوزه على نادي الفيصل الأردني ب3 أهداف مقابل 2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الإسكندرية بجمهورية مصر العربية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.